عندنا باسيلس تيتيني السبب ايش؟ التتنس القزاز. باسيلس تيتيني السبب التتنس مرض القزاز. وعندنا باسيلس بوتشالوزم بوتاني يسموها باسيلس بوتاني كلوستريديوم بوتاني اللي سبب ايش؟ بوتشالوزم تسمم بالاغذيه. وعندنا اهم نوع اللي يسموه الغاز جنجرين يسوي اللي سببه يسموه كلوستريديوم بيرفرنجس او بين قوسين والشاي. هذا كل ما موجود محاضره ثلاث انواع تسبب ثلاث انواع من الامراض ثلاث بكتيريات زين كلوستريديوم سبيشيز تتواجد بالتربه احنا نعزلها هي والسرس وغيرها كنا نعزلها لكم الطلاب المراحل الثالثه والماجستير نعزلها من الحديقه مال الطبيه فتطلع تطلع عندنا باسيلس جرام بوزيتيف زين هاي تفرز توكسينات هاي الانواع من البكتيريا والسبب لنا هاي الامراض قلت لكم عليها زين ديكال امبورتنس كوزينج ذا فالوينج ديزيز كلوستريديوم ذات برودوس نون انفيجنز انفكشنز زين امبورتد توكسين بيت ديزيز كلوستريديوم بوتشاليوم اللي يسبب بوتشاليزم القزاز شوفوا الرقبه مات الطفل زين والجوي مال الفك مالته يعني يثبت وحركته تصير محدده هذا التسمم بس عندنا التيتنس هذا التيتنويس هذا الشكل ماله شوف شلون شكله زين هذا اكثر شيء الدايات او اللي جايب النساء او قديما كانوا ما يستخدمون شغلات يعني معقم او فد شيء لحد وقت قريب اي شيء عندها تصير مشاكل تلوث فيصير عنده ايش الطفل يصير التتنس او القزاز مرض القزاز واعراضه تعرفوها انتم يضرب الشغلات العصبيه بالرقبه وتساعد حمى عاليه تسبب مشاكل بس ماكو مشكله انه راسا يضرب ابره ضد القزاز فيصير اوكي الامور زين النوع الاخر اللي يسبب الغاز اسمع اجابه حبايب اسمع اريد اجابه لهذا ليش الو سؤالي انه ليش بالغاز جنجرين نشوف ان النسيج اللي كانت تكون الرجل او الايد نسيج لونه اسود زين شنو معناه نعم بعد عفي عليك عفي عليك ديت تشو ولذلك لازم الطبيب الجراح شنو سوي بتر فوق المنطقة
زين نرجع المحاضرة. قلنا ثلاثة أنواع هاي المهمة. النوع الآخر الكلوستريديوم ديفيسال، هذا سيدو ميمبرين كولايتس، هذا كولايتس زين. وهذا الكلوستريديوم عائلة كبيرة، بس عندنا الميديكال امبورتنس سبيشيز ذن ثلاثة اللي قلناها. نقدر نشخصها بالجروث characteristics cholesterol confirmance a variety of sugars سموها fermentation test. ناخذ مجموعه السكريات ونشوفها، لان اكو جدول بيها هاي. كلوتين باي غاز، تحرر غاز كذلك التيوبات هاي حسب according to the species. هذا الشكل، هذا الشكل يسموه غاز باك. هذا يوفر لنا السي او 2 ان ايروبيك جار، يعني هاي الميديات نانا هسه ماكو اكسجين، ماكو اكسجين، ولذلك احنا يعني نوفر هذا الجو لانه الميكروب يعيش ايش انفيجن داخل التشو، بيطلع عندنا يظهر اللون الاسود بالتشو على الموت النسيج، فمعناته البكتيريا تريد ايش؟ تريد انيروبيك، انيروبيك بكتيريا يسموها. زين زين، عندنا هنا ميديا روبرتسون كوكس ميد، يعني ميديوم هم نستخدمه. بلاد اجار يعطينا الهوموليتيك، اذا البلاد اجار اشتغل عندنا بكل مراحل البكتيريا الموجوده. اذا تكتب لي، بس تكتب لي مثلا بلاد اجار زائد ايش؟ فرمنتيشن كاربوهيدريس او شوجر فرمنتيشن بالنسبة لهاي المجموعة. زين، بيها أنواع من الإيش، من سبورات سفيريكال سنترال، بيها أوفال سنترال، بيها أوفال سب سنترال، يعني هاي مواقع إيش، مواقع السبورات هاي البكتيريا. ما بيجي شيء. نعم، هي موجودة أنواع، أنواع بيها، كل أنواع بيها، هاي الأشكال موجودة بيها. تيرمينال، اكو سنترال، اكو سب تيرمينال، ما بيها شيء، سهله، كلش سهله. اعتقد توضحت الصوره عندكم، ماكو شيء يخوف بيها. هي جرام بوزيتيف، زين، ان ماتال كابسوليتز، وهنا ما دام كابسوليتز وبيها سبور لازم نصبغها بصبغه مال سبورز، الصبغه الخاصه للسبورات تبين شكل السبور، هل هو تيرمينيتد او يعني سنترال يكون بالوسط او بالنهايه. هاي الاشكال مالتها، هي قلت لكم ثلاث اجناس مهمه، ثلاث انواع، اللي هي تتني تسبب التتنس القزاز، وعندنا الكلوستريديوم ايرفرنجس او ولشاي يسبب لنا الغاز قرين، والنوع الاخر اللي يسبب بوتشالزم يسبب لنا السموم الغذائي. فهمتوها؟ فهمتوها؟ نعم، هذا نفس الشيء، نفس الديزاين مال التوكسين على شكل تصالب، هم تخلي، هم تفرز، يعني تخلي تصالب، يعني تخلي مثل الصليب، يعني زائد على الميديا. الميديا بها محتوي على الانتي توكسين، والنوع اللي احنا مثلا على سبيل المثال كلوستريديوم بيرفرنجس او كلوستريديوم بوتشالزم اللي يسبب تسمم يفرز توكسين. فاللي يفرز توكسين شو يصير عندك؟ شو قلنا قبل شويه؟ لاينات، لاينات يفرز، لاينات بريسبتيشن، عافيه، يرسب على الميديا، يرسب ايش؟ لاينات. فاذا رسب لاينات تصالبي معناته شنو؟ هذا بوزيتيف، يعني معناته شنو؟ معنى الجرثومه المعينه مثل كلوستريديوم او كورونا بكتيريوم، معناته هي النوع المرضي اللي ايش قادر على احداث يعني باثوجينيك. النون باثوجينيك ما يمكن ان يسوي بوزيتيف ريسبتيشن لاينز.
بالضبط عافية رحم الله والديك والده. أو يعطي أوباسيتي يعني شنو عتمة، هي ما حاكي عنها هنا. أكو شيء؟ نلتقي باكر إن شاء الله الصبح بالعشرة.